السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. شباب نزل معنا هذا سكين بصراحة رهيب ورهيب جدا. إن شاء الله اليوم باش نحرقوا عليه جواهر ونشوفوا كم من جوهرة سيكلفنا هذا سكين. لكن شباب أنا الوقت الحالي شاحن فقط 2271 جوهرة، إذا كان قدرنا جبناها ب 2600 جوهرة باش نجربوا هذا سكين داخل اللعبة. شباب عندنا اللفة الواحدة ب 25 ديامون وعندها 5 لفات ب 100 ديامون. احنا باش نبدا باول 5 لفات ب 100 ديامون. شباب بسم الله خلينا نجربوا اول 5 لفات شنو باش تجينا. اوكي جتنا واحده جي حسنا. اوكي شباب الصندوق هذوما نجم نحولوهم، باهي عندنا الصاك لهنا فيهم الصندوق نجم نحولوهم ونشوفوا اسك نجم نربحوا بهم ايضا هذا التوكن ام لا. اوكي نجربوا 5 لفات اخرين بسم الله، باش تبقى الحاجة الاخر هي اللي باش تعبنا على الاخر على الاخر. اوكي تحصلنا على سيارة شباب، نجربوا 105 لفات اخرين بسم الله. اوكي تحصلنا على الحجر الثاني، على فكرة ثم رقصة اسطورية شباب رايه، تعالوا نشوفوها زادة مع بعضنا. ان شاء الله فقط نتحصلوا على السكين. اوكي تحصلنا على حد شيء، نجربوا 5 اخرين، 100 جوهرة، تحصلنا فيهم على شيء. اوكي يا بيك اوكي 5000 اخرين ب 100 جوهره، تحصلنا على صندوق لوت ثانينا. اوكي 5000 اخرين 5000 اخرين تحصلنا على باراشوت الكوبرا. والله لا قصرت قارينا والله. 5000 اخرين على فكره السكين ذي اكيد باش يتكلف برشا جواهر يعني اكيد جدا. اوكي مازالوا عندنا 1800 100 اخرين. اوكي تحصلنا على حجر اخرى جي اوكي نجربوا 5000 بيت اخرين شباب بسم الله. تحصلناش على حتى حجرة. اوكي 5 اخرين مش تبقى الاخرة اكيد حصل مش تبقى الاخرة. 5 اخرين اي ام بي 5 اخرين. اما بصراحة سكين اسطوري بالغاية شباب بصراحة. اوكي نجربوا 5 اخرين شباب يلا توصلوا للحجرة بالضبط يعني وتتعدى. اوكي 5 اخرين تحصلنا على شيء. اوكي نزيدوا 5 اخرين ونحاولوا نستبدلوا يعني الجوائز اللي خذناها يعني حتى الاقصى ما جاتش. اوكي مليك باهي خلينا نستبدلوا شباب مثلا عندك هذي وهذي 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 احصل على لفة. اوكي تحصلنا على شيء. اوكي خلينا نزيد نبدلوا عندك هذي مملوكة هذي 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 باهي عندك هذي هذي. اوكي خلينا نجربه شوي منا وشوي منا يعني احصل على 6000 واضح. تحصلنا على شيء. اوكي ب اختار سريع. اوكي خلينا نبدلهم الكل يلا 21 لف مرة اخرى باش تجي الكهرباء يعني ب مريك حسنا اختيار سريع. اوكي 7 لفات مجتناش حجرة. اوكي نزيدو 7 لفات اخرين زوز لفات اخرين بليتو. اوكي رقصة او الباندز مملوكة ديجا. اوكي لفة نجمو نختارو لفة هيا الزح 100 لفة و 5000 اخرين ب 100 جوهرة. اوكي ما جتنا فيها شيء. 5000 اخرين جتنا. اوكي جي تهنينا مازالت لفة واحدة فقط شباب. بصراحة كان جبناها باش يكون عندنا حظ اسطوري بالحق. كان جبناها راهو حظنا بالرسمي اسطوري. عندنا سكار. اوكي خلينا نزيدو نستبدلو يلا توصل لوين الحجرة بالضبط وتضرب. اوكي ما جاتش
اختيار سريع لفه. اوكي اجانا شيء. هيات لا النجمة مش اختارها. مليك خذينا هذي تهانينا. اوكي حسنا خذينا البانر. حسنا لا اوكي خذينا الاسلحة ذي. خليته فقط. خذينا دبرنا حجرة على الاقل. اوكي لحظة خمسة لفة خرين. بسم الله حتى الرقصة متيحنا هيش يا معلم. اوكي خمسة لفت خرين. اوكي نمشي نستبدله توا به. خلينا نجربه لفة بخمسة 25 جوهر بدلوا بها للحظ. واحد اخرى بخمسة 25. اوكي نمشي نستبدله توا. اختيار سريع خمسة لفات. ديما جينا في الكهرباء يعني. اوكي نجربوا خمسة لفات اخرين. لا لفة اخرى. اوكي لفة ما جتناش. اوكي خمسة لفات اخرين. صندوق اللوت. اوكي خمسة لفات اخرين. هيا يعني بصراحة سكين يفوت 2000 جوهرة بصراحة يعتبر مكلف ومكلف ومكلف. اوكي نستبدلوا الجوائز. يعني حتى الرقصة ما جاتش. اوكي اختيار سريع بزلفات. اجتنا شيء حسنا. اوكي خمسة لفات اخرين. زالوا عند الحق في 10 لفات شباب. 10 لفات ولا اكثر مع تبديل الجوائز. جتناش. خمسة لفات بسم الله. اوكي كنت عارف انها مش بيجي. اختيار سريع ان شاء الله تجينا تو زوز لفات. يلا بسم الله. يلا كومي متحسن على الرقصة. جيجي. اوكي شباب تحسن على الرقصة. هذه المطالبة في الخزنة. اوكي تأكيد تحسن على ال. اوكي مازال عندنا الحق في لفة. بسم الله صرفنا 2700 ولا 2600 جوهرة وما جاناش سكين. شباب اذا كان شوفوا انه سكين يستحق انه نشحنوا عليه جواهر نزيدوا نحرقوا عليه جواهر ونعمل عليه جزء ثاني لهذا الحدث. شباب اكتبوا لي في التعليقات. هنا نوصل الى ختام الفيديو متاعنا. ان شاء الله يكون عجبكم. الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم.